قلت له كيف ما ذكرنا في المقدمة أنه الحقيقة المسألة خطيرة جدا، هذه قوانين جديدة لتسريع يعني ترحيل المهاجرين، لأنه تقريبا الاتفاقية هذه بتاع ميلوني وكذا أثبت فشلها، واليوم أعلن وزير الداخلية على وفاتها اللي سموها بعض الإعلاميين الإيطاليين إيطاليا تعترف بخطيئتها. عرفوا أنه المذكرة دي مش تحل لهم الإشكالية، عدد المهاجرين قاعد يضعف، وأنا عندي أرقام سنقدمها خلال البرنامج، أرقام رسمية من 3 مصادر مختلفة للإحصائيات على مستوى دول الاتحاد الأوروبي تثبت الأعداد ضاعفت وقاعد تزيد. فقاعدين يعملوا في قوانين جديدة يعني باش يحاولوا يسرعوا، قوانين صارمة قاعد يقع ترحيلهم، يعني قاعد يقع ترحيلهم بالآلاف يعني وبالمئات نتاع التوانسة، إلى درجة حتى الصحافة الإيطالية تنحكوا عليها من بعد، ثم تونسي يعني هدد بحرق نفسه قدام البلدية، هدد بحرق نفسه لأنهم حطوه يحبوا يرحلوه، وقاعدين مراكز ترحيل والاحتجاز هذيا ممتلئة معناها بالتوانسة وقاعدين يرحلوا فيهم. الحقيقة كان تحب نعطيك طول أرقام نعم أعطي الأرقام، فقط قبل ذلك أنا على الأقل من مصادرنا الخاصة من بعض الوليدات اللي تم ترحيلهم أخيرا من إيطاليا، يقول لك إحنا في إيطاليا في الطعام اللي عطوه لهم عطوهم منوم ما فاق بروحه، كان في طبرقة يقول لك قوم عاش في طبرقة باش تعرفوا علاش خادمين. تفضل سيب العربي. للاسف كلامك انا نزيد ندعمه، انه بلغنا انه عدد من المهاجرين قاعدين ثم شكون يزرقوا لهم او ثم شكون يعطوهم بالطريقه هذه للترحيل القسري، لان حسب مذكره التفاهم هذيك تونس تعتبر كدوله موافقه على ترحيل الناس هذوما، الناس هذوما بالطبيعه باش يقاوموا باش يعملوا فيق استعمال معاهم المخدرات وغيرها وتخديرهم باش يوصلوهم لتونس. انا منوم منوم مش مخدرات، منوم منوم يعني نعم هي حتى كنا نكون دقيقين عاد التخطيط بالضبط. نعم هو بالنسبه للاحصائيات الموجوده لحد الان ثم 3 احصائيات كبرى. الاحصائيه الاولانيه هي اللي اصدرتها وكاله الحدود وحفر السواحل الاوروبيه فيروتيكس، تقول انه ثم 2000 يعني 2090 شخص فقدوا حياتهم في البحر الابيض المتوسط اثناء الهجره للاتحاد الاوروبي، بالطبيعه هذه حسب نقول نحن منهم عدد كبير من التوانسه، وهذه حسب تقرير اشرت لي سيادتك في بدايه الجارد البريطانيه. نعم قبل 5 ايام وضعنا في الصوره. نعم عليه كما افادت انه في ال7 شهور الاولى يعني من 2023 استخدم طريق من تونس شمالا الى اليونان او ايطاليا اكثر من 89 الف شخص في ال7 شهور هذوما فقط، وصل العدد الى 89 الف شخص الى حد الان. وكشفت مصادر عن تورط يعني الحرس البحري في اغراق مراكب المهاجرين وارتكاب جرائم شنيعه في عرض البحر لمنعهم من الوصول للسواحل الاوروبيه. يعني الحقيقه سواء نحن خفر السواحل التونسيين وشفنا فيديوهات منتشره وشهادات حيه نتاع ناس كانوا موجودين على القوارب هذيا وقاعدين يضربوا لهم في القوارب نتاعهم او يحاولوا يفكوا لهم الموتور او كما نجموش يضربوا لهم القارب يتقسم في 2 وناس تغرق وكذا. الحقيقه يعني قاعده ثم صحف غربيه حكت الموضوع هذا اضافه لفيديوهات الفيسبوك. ثم صحف المانيه، ثم صحف المانيه حكيت انه قاعد يقع في اغراق الواحد هذا. وبالمناسبه بين ظفرين نحن كجمعيات المجتمع المدني قاعدين نجمع الحقيقه في الادله على عمليه الاغراق هذا، لان جرائم ضد الانسانيه هذه، وممكن الانسان يتوجه الجمعيات نتاعنا ممكن تتوجه الى المحاكم الدوليه. نعم. المحكمة الأوروبية ومحكمة لاهاي الدولية بجرائم القتل العمد وأيضا يعني جرائم ضد الإنسانية سواء من خفر السواحل التونسيين وإلا حتى الأوروبيين. قاعدين نجمعوا، وهنا نوجه نداء إلى كل أهالي أو كل الناس اللي شهود العيان اللي كانوا موجودين في القوارب هذه مدونا بمعطيات دقيقة على تواريخ وأوقات اغراق هالمراكب هذه وقديش الناس اللي كانوا موجودين فيها، معلومات دقيقه باش بناء عليها باش نقدموها للساده المحامين ونتعاونوا مع جمعيات المدافع على الهجره في الدول الاوروبيه. نعم. نقدموا قضايا، لاني مش معقول باش تقتل الناس في عرض البحر من اجل فقط انهم خارجين او حارقين او كذا تقتلهم، هذه جرائم قتل. ايضا عندنا احصائيه اخرى رسميه المانيه تحيين جديد الحقيقه بتاريخ 16 اوت 2023 تقول الإحصائية هذه مصدر رسمي ألمانيا، وفاة أكثر من 2096 شخص لحد الآن غرق في البحر الأبيض المتوسط خلال هذا العام، كما بلغ عدد الوفيات غرق من سنة 2014 لحد الآن أكثر من 27845 شخص.
أيضا عندنا إحصائية أخرى الوزارة الداخلية الإيطالية نشرتها، قالت فيها أنه تضاعف عمليات إنزال المهاجرين في الأشهر السبع من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة لسنة 2022، حيث بلغ حسب بيانات وزارة الداخلية الإيطالية بلغ العدد 89,158 شخص مقابل 41,435 في نفس الفترة من 2022، بنسبة تغير بلغت 115.81%. هذه تقريبا أهم الأحصائيات. جميل سي العربي، هذه أهم الخبر. رجعين بعد قليل في موضوع يعني ثم عريضة دولية وصحف إيطالية، وأعطيك الصحة أنت قمت بتجميع يعني ماذا كتبت الصحف الألمانية والإيطالية وغيرها على موضوع الهجرة. نضيف أنه السلطات الإيطالية منذ أيام قالت أن تونس قائمة بالواجب، هكذا تشوف، ولذلك يمشوا تونس يشدوهم بسهولة. نرجع